دكتور شريف، يعني هم طبعا الاخبار التي تم تداولها الان هم تصلحوا وان تلك السيده اللي ضربت حماتها هتطلع من السجن يعني. نعم. هل من الممكن ان تستقيم حياه فيما بعد؟ إن لو حد يعني مجلس اسري انجاز التعبير قعدوا مع بعض كده وصلحوهم، هل من الممكن ان تستقيم حياه في ان دي تقعد دلوقتي تربي لبنتها وان تعود مره اخرى لحياه زوجيه، ولا حضرتك شايف ايه؟ شوف حضرتك، انا نظرتي في المرحله الاخيره اللي حصلت، اللي هي فعلا بالفعل تم اخلاء سبيل الزوجه بالتصالح القانوني، وابوها طلع في لايف وقال ان هم لسه هيقعدوا قعده اسريه ويشوفوا اذا كانت ترجع البيت ولا لا. شوف ده في اوبشن لكده يعني، ممكن ترجع البيت. شوف يا استاذ عمر، وانا في مساله ده المجتمع رافض اصلا، فما بالك في مساله الصلح والاصلاح. نعم. انا في مركز اسره او باستشارات اسريه ما اقدرش اقف قصاده. نعم. ايا كان مستوى الجريمه، لان القتل نفسه فيه صلح وفيه قصاص. نعم. واخد بال معاك؟ فمش هقف ضد الصلح ده، لان في ملابسات مختلفه من اسره لاسره لغيره، وهم عارفين بعض يعني. ممكن ربما حماتها اللي اتضربت تروح هي نفسها تقول لها تعالى يا بنتي انت زي بنتي، ربما، الله اعلم. لكن انا ببص بقى على الامر العام اللي حضرتك عملت شغل عليه من بدري يا استاذ عمر. في الزمن الخير الناس تحدده براحتها بقى، كان الاخ الكبير ليه هيبه. صحيح، وله كلمه مسموعه. وله كلمه. الام ليها مكانه اللي سيدنا النبي اكد عليها وحافظينها منذ نعومه الاظافر، صلى الله عليه وسلم. واللي بيعملوا الخطا وبيغلطوا في امهم حافظين، حافظ لكن غير مطبق، مش مطبق. نعم. الام ليها وضعها، والام لما لو حصل وفاه الاب بتستلم مكانه في الهيبه. نعم. الام كان تقول الكلمه مكان ابوهم اللي مات الله يرحمه، رحمه الله مثلا، واخد بال معاك؟ طبعا. والكبير والجار، عم فلان ده مربيني، وهو ما ربهوش ولا حاجه، بس مجرد انه كان بيقول له يا ابني تعالى يا ابني روح وهو صغير كان يقول عليه ده مربيني. طيب النهارده البنت هجمت على امها نفسها، يعني امها ما تقدرش تقول لها اسكتي اسكتي، ليست لها مكانه عندها ترضعها بها يعني. هو اختفاء قيمه الكبير اصلا في ما هو ده الخطر بقى اللي انا عايز اخرج بيه من المهزله دي بعد الصلح. خلاص احنا ادنا ادانه يعني جسيمه للبنت، مستحيل حد متربي ابن اصول والولد مخطئ اصلا. خلي بال سيادتك، الناس اللي بتقول حماتها وحشه في اشارات ساعه الخطوبه. صحيح. وساعه العقد وهم عارفين حتى لو ما حصلش مشكله ان اسلوب الست جامد شويه. نعم. الكلام ده حصل قدامي. يعني لما كان حد خدني معاه في اتفاق على الخطوبه، خرج قال انا حاسس ان مامتها شديده. هي غلطت فيه؟ ابدا ما غلطتش، ده جابت له مشروب وقالت له كل يا ابني واتفضل يا ابني، لكن الاسلوب بيبان. فانتوا وافقتوا مسبقا، فقولوا لبنتك خلي بالك حماتك مش زي ماما، شديده شويه، فانت بالراحه معاها ودي امك، واحده واحده تاخدوا على بعض. وازاي تكسبي حماتك؟ ازاي بالعكس خليها تدافع عنك قصاد جوزك؟ مش الكلام ده المفروض نمهد له؟ واخد بال حضرتك؟ فهي في خلل عند البنت ده ما فيهوش كلام. لكن خلل عندها كمان امها واقفه، فين احترامها؟ دي هاجمت امها وقعت نفسها. ولذلك الست الكبيره تاني لما امها بتقول لها يا اختي كذا بتاع راح ضربها. لا حول، انت ما انت ما سيطرتيش. حضرتك لو شفت في الفيديو الحما ضربت ضربتها ام البنت بالقلم، بتقول لها اهدي ومشيت، راح ضربها. ضربتها ده ينم عن ايه بقى؟ انت ما ربيتيش بنتك. جايه تكلميني. فهنا يا استاذ عمر انا عايز اخرج لينا فايده، انا ليا في بيتي واسرتي وعائلتي والعماره اللي انا ساكن فيها والمجتمع والجيل الجاي، عايزين بعد 20 سنه نطمن على نفسنا يا استاذ عمر. نعم. انا قلقان بجد ان احنا نستفيد من هذه الجريمه بان احنا نقول لاولادنا وزوجاتنا لا، الحاجات دي ما تبقاش في بيوتنا، لازم يبقى في احترام. ازاي ممكن ناخد من هذه الواقعه درسا افيد بيه اولادي واسرتي ومن اعولي؟ لازم يبقى في احترام. نعم. ولازم يبقى في توقع الخلل والخناقات والمشاكل. خلي بالك لو حماتك حصل كذا تعملي كذا، لو جارك عمل كذا تعملي كذا، لو اختك عمل كذا، لو اخت جوزك، ما اخت جوزك دي تبقى حما ثانيه برضه. تمام تمام. وضعها كذا يبقى كذا، ومهد. واللي ما يحترمش الكبير ما يقعدش في وسطينا. استاذ عمر ده مبدا عندي انا شخصيا، عامل كده مع انا ليا جمهوريه صغيره اللي هي اسرتي. انا رئيسها. عامل فيها قانون، وبواجه الكلام ده لغيري من الاخوان اللي بيسمعوني. انت رئيس جمهوريه بيتك. اعمل فيه قانون اسلامي، قانون اخلاقي، ما ترفعش صوتك في حضور الكبير حتى لو ليك حق. خدت بال حضرتك؟ هنا احنا بنربي
وبنطمن على نفسنا ان في يوم انا النهارده بعرف اعلي صوتي واتكلم لما اكبر. بعد كده الله اعلم ممكن ما اقدرش اقول الكلمتين دول، هيبقى هو شايلني ومحترم نفسه اول ما يشوفني بس. نعم. الهيبه والاحترام والوقار اللي سيدنا النبي وصانا بيه والاسلام ده اللي عليه.